تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية الحرص على تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بأعلى جودة واستمرار التطوير والتحديث وصولا إلى التميز بما يعزز من ثقة المواطن في الخدمات الصحية، وإعلان سموه خلال الملتقى الحكومي 2019 عن إطلاق مركز الجينوم الوطني. دشنت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح مركز الجينوم الوطني وذلك صباح اليوم بمبنى الفاتح بمجمع سلمانية الطبي. وقالت الوزيرة الصالح إن المركز سوف يسهم في الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير أدوية فعالة لعلاجها، ما يساعد على توفير حياة صحية ووقاية من الأمراض للأجيال الحالية والقادمة، مؤكدة على التزام وزارة الصحة بتنفيذ التوجيهات التي أكد عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء للقطاعات المختلفة بهدف زيادة وتيرة التقدم فيها بما ينعكس على تحقيق المزيد من المنجزات التنموية للمملكة وأبنائها. وبيّنت وزيرة الصحة بأن خطوات إنشاء مركز الجينوم الوطني تم البدء بها من العام الماضي في سياق دعم الحكومة للعلوم الصحية المبتكرة الدائمة على العلاج الجذري الوحيد من الأمراض الوراثية والتي تواجه المجتمع البحريني. وأشارت الصالح إلى قيام وزارة الصحة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء المركز، حيث بدأت الخطوات الفعلية في إنشاء البنك الحيوي لتخزين العينات الحيوية وذلك في مجمع سلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة ليكون مركزا رائدا على مستوى المنطقة. إنجازات لافتة قامت بها مملكة البحرين في القطاع الصحي، كان آخرها مركز الجينوم الوطني الذي تم افتتاحه اليوم والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، خصوصا وإنه سوف يسهم في الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير أدوية فعالة لعلاجها، ما يساعد على توفير حياة صحية ووقاية من الأمراض للأجيال الحالية والقادمة. مختبر الجينوم نقلة نوعية جدا مميزة ولعلها جديدة على كثير من الناس، ومو كل يوم نسمع عامة عن الفكرة، ولكن هي شغلة مبسطة بأن تكون عندنا مختبر يعنى بجميع ما لا علاقة بالجينات وتكوينها في جسم الإنسان. الآن أكثر الدراسات الحديثة تبين ارتباط العلاجات، تبين ارتباط الأمراض سواء المزمنة أو حتى الأمراض الجينية أو غير الجينية لها علاقة بالتكوين الكروموزومي أو التكوين الجيني بالنسبة للإنسان. فنجد أن هناك في خارطة لكل، خلنا نقول يعني خارطة لمملكة البحرين بالنسبة لتكوين الجيناتي الموجود فيها. النقلة النوعية بتكون موجودة إضافيا للبحوث، لأن احنا بنبحث عن أمور جديدة مو موجودة عادة في يعني في البحوث العادية لها علاقة عامة بالجينات. مهام متقدمة تتولى أعداد المزيد من الدراسات والبحوث حول التكوينات الوراثية لجينات الشعب البحريني، ما يساهم في إيجاد المزيد من العلاجات المتطورة والمتقدمة لتلك الجينات وما قد تحتويه من أمراض مختلفة. طبعا أن يكون عندك قاعدة بيانات للتكوين الوراثي للشعب البحريني بمختلف فئاته، وطبعا هذه المقدمة راح تكون جدا مهمة إلى شغلة مستقبلية تسمى اللي هو personalized medicine أو اللي هو الطب الشخصي، بمعنى أن كل شخص يعني عمليات التشخيص بالنسبة إلى الاستعداد الوراثي للإصابة بالأمراض، الأمراض المزمنة مثل السكري، مثل أمراض القلب، مثل السرطانات، زين، إضافة إلى مسألة اللي هو التفاعل مع الأدوية المختلفة. مبنى مختبر الجينيوم تم إنجازه في فترة وجيزة، حيث تم تزويده بأحدث التقنيات ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي البنك الحيوي لتلقي العينات من المشاركين من مملكة البحرين، ثم استخلاص المادة الوراثية، وقسم الوراثة الجزئية لتحليل كل الأمراض، وبعض التحاليل يتم إرسالها إلى خارج المملكة، بينما يتولى القسم الثالث البحث في الوراثة الخلوية وهي المعنية بالكروموسومات المختلفة لتحديد عددها. يشكل افتتاح هذا المختبر منعطفا حقيقيا وهام
في تشخيص مختلف الأمراض الوراثية والاستعداد للإصابة بها لدى الشعب البحريني، خصوصاً وأنه يكشف عن الطفرات الجينية المسببة للأمراض الوراثية، وبالتالي يتم معرفة العلاج الصحيح لها للتقليل من الإصابة بها لدى الأجيال الحالية والمستقبلية. قول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.